في المطبخ انتينا؟ وش تبغي يا معلم؟ واحدة أخوي وشاتي كم من شاتة أنسوا عليه؟ استحمض عليكم! أقول لك سويتك كم الناس هناك ما تسوا عليه؟ أنا قايل ما بطل، مش كم أنت إنسان فلايم! أقول لك إنك حطيت الضراب لقريب أنا طلعت معك! ولو ما تطلعي بيضة نحن في الشمس ما دام اللي حقه ما تبنفيسي اوه كان قلت انت فلافة تشور ما دفعته ايه عشان يضربني بعدد اوه انزين بس خلاص نروح داخل روح اوه مش سوى روح داخل مانا ما عندكم كمبيوتر ولا رصيد ولا عدد انا بطلع سلمية هذه أول مرة أطلع فيها برا
يا رفيقي؟ مجمع عاد اللي في سوريا. ايه يا امي، هذا مجمع يتجمعون فيه الناس. يعني وين؟ يعني ناس فيه يجتمعون فيه داخل. يعني يبيعون بعد مواعيد. ما اول مره تشوف في حياتي مجمع يبيعون فيه مواعيد. ولا يبيعون ما تقدرين تشترين. الله يوفقك يا ولد انسان عمار. قلت لي ابوك. ابوي؟ ان قلت له ما بيخليني اروح. ما باقي امشي عندي جبل وسعور يا عمار، حتى صفية الغداء مخبوسة. ما عليك لا تقول له بشتري. لا لا ما لي يخص، اقول له تقول لي احسن اليك. ما لك هاي ما تقول راسي. بس انا ما لي يخص، ما تقول لي كأننا زمان. ما اعلم انسان عمار مساعدي بتتغني احنا وهاتي وين؟ ما اقولها ليش يعني؟ قولها أول مرة أطلع فيها برا أفتك من الحكا البث أبو قدرة لا لا هذي أنا مألفنها مو غير حسين لا ألف يألف كذي هذا عادي كله من حكا الحج قادم الله يحفظه خلاكم عاد تشعر تقولوني إيه والله من القعدة في البيت انزين يا ولدي الله يوفقك بس عاد لا تظلمني ادري ان شاء الله ادري من على القفدش والله ما بغيت اطلع على حمار